هنا غادي نوريكم دابا اللعبة كيفاش كتلعب مع الناس الكبار. غتشوفوا واحد سي داوود كيفاش لعب مع الناس الكبار، باش نبين لكم اللعبة بأني راني فاهمها وبأني جزء من اللعبة. ملي كنقول جزء من اللعبة عارفك باش ملعوبة، على أساس هاد الناس الكبار هاد الصغار اللي محرشين عليهم مغنيش ندير بلاصتي معاهم. واش فهمتوا؟ خافوا لي ندير بلاصتي ونولي طاقق عليهم. هادشي اللي غنقول لكم بالعربي والتعرابي، ما بغونيش ندير بلاصتي. انا نقول للناس الكبار من هنا اللعبه كيفاش دابا هي دابا كشفت الراي الدولي. درت شكايه هيا قيد ديال ترميله تبني الشكايه عدد 442 كذا متعلقه بتبديد محجوز والزوير محضر به الاصل التجاري التعاونيه المغربيه التصوير الاسيوي والدار الماديه والمعنويه والترتب على المستوى الشخصي والاقليم. هذه فين؟ في المجلس الاعلى للحسابات. ها هو شوف لي بالطومبو، ها هو المجلس الاعلى قهلاضه 18 جوان 2012، ها هو الرقم ديالك 501. ها ملي مشيت للمجلس الاعلى للحسابات اش داروا؟ بدلوا الوكيل اللي داروا دابا جطو، داروا جطو، مشيت جطو. ها هو حتى هو عاوتاني سجلتي والناس اللي هي بالاسماء ديالها. غادي نحاول نسرد لكم في شريط هاد الناس المتورطين، نحرد لكم نسرد لكم الاسماء ديالهم والاحزاب ديالهم في شريط خاص. ها هو في 31/7/2012، وما عرفش دابا واش هاد الاستاذ شطو غيلقى الحل هاد العاملات ويرجع ديك الفلوس اللي منهوبه، اولا تا هو كان جزء من اللعبه فاش كان وزير الداخليه. ها ونزيدكم من المجلس الاعلى للحسابات لوزارة العدل. الوزير العدل ها هو في بالديوان دير له شكايه تحت رقم اسمع السير رميد 33636 31 يوليو 2012، يعني نفس الموضوع تبديد محجوز الزوار محضر بيع الاصل التجاري من وزارة العدل. وزير العدل عاوتاني جددت لي درت ليه تذكير، ها هي فينا بالديوان تحت الرقم 7001 بالديوان. وباقي لحد الساعه ما عرفش هاد وزير العدل في الناس. المفتشية العامة لوزارة العدل، هي الكتابة الخاصة بمفتشيات وزارة العدل، ها هي مسجلة تحت 6950، 6 الصبحات، عاد دزت المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغادي نقرا لكم هنايا هاد، ها هي فينا هي، ولاو كيديروا لي غا التاريخ والطومبو، ما بقاوش كيديروا الرقم التسجيل، هادي في عهد السي عزيمة، سي زامد، وراه لقيتو شخصيا، وفسرت لي الأمور كيفاش دايرة. قال لي غيكون خير وهاد الخير باقي ما شفتو كاع حتى باش تعشر. اسمع السي زامد، الموضوع رد الاعتبار مع جبر الضرر المادي والمعنوي في اطار النضال الفردي المرجع ميل في عدد 34624 بهيئه الانصاف مصالح بتاريخ 6/4/2004. السيد الرئيس المحترم يشرفني التمس منكم مياري بناء الميل في عدد 34624 بهيئه الانصاف والمصالح بتاريخ 6/4/2004 متعلق بطمس الهويه وما ترتب عليه في العهد القديم والجديد ما فيها التصفيه الجسديه التي تعرضت لها بمدينه تطوان من سنه 94 مدينه العيون من سنه 99 واسى في 2009 بالاضافه الى الاعتقالات التعسفيه التي تعرضت لها بما فيها تلك المؤرخه من سنه 88 بالدار البيضاء. بحيث لم اتسلم المقرر التحكيمي سواء بالايجاب او السلب، والسبب هو اقتسام تعويضاتي بين اطراف المجلس السابق بناء على مصادر موثوق من صحتها ومصداقيتها، وعوض انصافي تم اجتزاز من بالامراض العقليه من طرف هيئه الانصاف مصالحه من سنه 2005 لاعطاء مصداقيه للخطا الطبي المتعمد مع الاهمال الطبي الذي تعرضت له من سنه 2003 بمستشفى الاقليمي باسفي، بحيث توحدت جميع الاحزاب السياسيه والحركات الإسلامية بمختلف توجهاتها ضد لكراهيتهم لي ليهودية عرقي بعد أن أسلموني ولقبوني باسم محمد. واسمع هذوك اللي بغوا الجنة، راه كنتنازل لكم على الجنة، أنا اعتنق الديانة اليهودية، إذا كانت خد التمر اعتنقت المسيحية وهاد الناس المواجهين معتنقين المسيحية، أنا غنعتنق الديانة اليهودية في إطار حرية المعتقد. والدير في شارع الرباط غيتحل في ما كان شي دير ديال العبادة ولا شي كنيسة، غتحل في المغرب ولا في العالم العربي ولا الإسلامي. حريه المعتقد، اللي ما تحققش حريه المعتقد ما يتحقق السلام، نقولها لكم من هنا. نزيد نكمل لكم، مورس علي خلالها جميع انواع الارهاب الديني والاجتماعي والسياسي منذ الطفوله والى غايه يوم هذا، وشاء التاريخ لاكتشف بان الجميع متورط في ماساه لانه ما يزيد على 160 مليار سنتيم للتعاونيه المغربيه التصبير باسم ما فيها تعويضات والدتي واختي و2800 عامله. التفاصيل المذكره
الدفاعية المرفوقة مع طلبي وبصفحة بالفيسبوك تحت اسم وحيد داوود. لهذه الأسباب ألتمس منكم تفعيل قرار المراكد المعلن بتاريخ 6 يناير 2006 الدائر الشريف 42-41 الصادر بتاريخ 10 أبريل 2004 والقرار الصادر عن رئيس المجلس السابق سابقا بتاريخ 21 يناير 2008 وتقبل فائق التقدير والاحترام إمضاء السيد داوود وحيد المدعوق الدشي محمد. نزيدكم من هنا جدرت لتاني لهاد الناس في اللعبة باش نوريكم لعبة كبيرة. ديتهم المحكمة العسكرية، هاهي مديرية العدل العسكري، إدارة الدفاع الوطني، مديرية العدل، إدارة الدفاع الوطني، مديرية العدل العسكري، ولد بتاريخ 22/5/2012 تحت عدد 7032، يعني تبني الشكاية عدد 3957 بتاريخ 24/2/2011 بالمحكمة العسكرية الدائمة لقوة المسلحة الملكية بالرباط. المراجع ملف التعاونية المغربية الصبير بأسفي، ملف طمس الهاوية وما ترتب عليه، ملف أحداث العيون 97/2003. من تطرقت لهذ الشكاية وقريتها للإخوان في فيسبوك ووريت كل شيء أشنو القصد ديال الدعوة للمحكمة العسكرية. يعني مشيتوا في إطار مدني تلقوني، مشيتوا في إطار عسكري تلقوني، وهيعطوا يعني العاملات رزقهم وحاكموا الناس اللي تسبوا لي في هذه المأساة. يعني يرجعوا للأصل، شكون هما الأسباب، السبب الحقيقي. ما يمكنش جوج الناس يرونوا العالم بأسريه، ها باش يديروا عليا انا القراض ويديروا عليا القفه ويديروا ويتغنوا على ظهري، ما يمكنش. وما نخليش هاد الناس يوصلوا لهاد المسألة وما نخليهمش يكتبوا التاريخ ديال ولادهم على ظهري. نقولها وكنأكدها ونعاود نزيدكم واحد الشريط ما يخص قضية ديال الدرك الملاكي، كيفاش تا هو متورط وديريني بأني بغيت نمشي الجوندار، كنت كنحلم نمشي الجوندار مع ديك هلالة ربيعة، وبدات كتحلم عليهم تاهي عيوط فاش تقول لهم بأني راني كنت مريض وخبيت عليه ما قريتش. يعني فاش تصارحني بمرضها وتصارحني بالسيد اللي اغتصبها وتصارحني عيني بالفيروس ديالها ديالها هي ولد كبير، قالت لي عائلتك فاسدة، ومن جيت كنشوف لقيت عائلتها هي هي أكبر الفاسدة اللي كاينة في سيدي عبد الكريم، باش توصل لي القضية راجل خالتها راه زعما هو بات خويا مصطفى، ياك يا ربيعة هذه اللعبه باش لعبتي انت والزوانك، ها وقري لا انت ولادك عم جيري لي جوج وقول هو خصو يقول بانك كتحفظوا الرياضيات الماتيماتيك كنت عليه بلاي فور انت هو خصو يعترف. لان في الوقت هو فاش كنا كنقراو شاد الجامع الدار، انا كنت مدامش في الممارسه الحضاريه، انتوما اللي اخوانيين وانت هي الاخوان كتقول لهم انا اخوان جيتي تقطع الشومبر ديالك لقيت معلق عليك التصاور ديال بلادنا، ياك لقيتي غير المغنيين والفنانين العالميين هامايكالا البوبا ودوي لقيتي الصليب لقيتي تصور مالك ما كنتش معلقها معلق تصاور العلماء مشاهير الفنانين ياك ولا لا، لقيتي عندي انا شي ايه معلق عليك ديال القران قال الله، ياك انت اللي كتقولي الجمعه اليوم الجمعه ديال المؤمنين ديالك هو احسن نهار عندك، علاش واش تغطي داك المرض ديالك داك الضعف ديالك؟ ها هادي تربيه القريشيين، هي القريشيات كتربوا على الكذوب. الدري دابا كتمشي تدق عليه على الباك كيخرج لك الدري كتقول لك لا باك كيطلع كيقول لك هو قال لك با ما كاينش، كتربوا على تربوا على الكذوب من صغركم، وجيت لقيتي لي يهود عطيتك الامال في الحياه ها وزرعت فيك الامال كنتك يعني متشائمه ها رغم ان انا قريتك بلا ما تقولي لي داكشي اللي هذاك قريتك، وفي اخر مطاف نقول لك سبب الكراهيه ديالي وليت كنتسب نقلب على السبب باش نطلق منك. فاش طلق لي اخوك الجيلاني وانا جاي انا وياك معايا التكابر وقال لي فرقه ولا ندبح امك، يا اخي بحال هكا قال لي فرقه ولا نجاهد في امك بحال هكا قالها ياك، ورا من تما صافي بقيت كتكره منك كنا متفقين على الزواج، ولكن السيده اللي غتزوج بها انا ويعاير لي خويا اش كندير بها؟ دخلت لك دماغك. والمناسبه فاش جات ديك نعيمه العرافي اللي مشاو جنسو تاعي في فرنسا هي وخوتها لقيتك في الشومبر شكون حل لك الشومبر باش جيت لقيتك شكون قالها لك؟ جيت لقيتك مريحه في الدار ها الوالده خايبه وكانت الوالده خايبه ما تخش لك تي الدار وانت بوحديتك تيقولي تقولي لي امو راه سحاره راني ولد امو ياك باش تقتل امي وباش خوك يخدم في الدياجي هو اختك وباش الزواني دير السقيره ديال الوالي الصبار السابق وباش تنتقموا مني وتنتقموا من الام ديال السرداليات هادي ولا ربيع اللي درتي لا ليسونس الحب راه ما بقاش حب عندك هنا ولا قطران وقلت لك هذيك الساعه باش قلتي عيطك فاز قلت لك بقيت الليق لا ليك لا لغيرك ليومين هذا قولها لهم بحالك قول لهم اش قلت لي واش قال كتسمعي وانا قاسم باسم النبي داوود ما تقفلش قريشيه عليا والنبته ديالي ما تبقاش قريشيه نقولها لك اش علاش ما ندير معاكم لا ولاد لا وتاد لا دار لا مولاي بيان كيقولوا بالزنقاوي ها
لانكم جرحتوني من طفولتي، كتجرحوني يا امي، ها تجرحوا يا امي، مغطين نتوما كاملين مواتكم فاسده، مغطين بامي يا امي انا اللي فاسده، وانا عريت عليكم باطروحتي، انا غنموت ضحك، اطروحه اللي جات راه نموت ضحك. وتحيه.